الآن نريد أن نتحدث عن السياحة في الكويت. مشاهدينا الكرام، هناك حديث الآن عن السياحة في الكويت وعن التشريعات السياحية في الكويت. يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نستضيف الآن الأستاذ فيصل الدريع، مدير إدارة البحوث والمعلومات السياحية بوزارة الإعلام، للحديث عن السياحة في الكويت. كيف يمكن الاستثمار في هذا المجال، في مجال السياحة في الكويت؟ أستاذ مرحبا بك. يا حياك الله فيصل. الله يسلمك. بداية أستاذ فيصل، يعني الكويتيين معروفين يعني يحبون السياحة، هذا يعني أمر معروف لدى الكل. هناك إنفاق كبير على السياحة من الكويتيين. هناك بعض الإحصاءات تدل وتقول أن ما يقارب 10 مليارات دولار سنويا ينفق على السياحة من الكويتيين. ما نصيب السياحة في الداخل من هذه الأرقام؟ حسب الإحصائيات منظمة السياحة العالمية، أن الكويت كانت حصتها الخارجة من مبالغ هذه مثل ما تفضلت فيها 10 مليار دولار. السياحة الداخلية هي يعني تقريبا 3 مليار دولار، يعني نصيبنا الداخلي، والمبلغ في تزايد. يعني هذا المبلغ اللي انت اشرت له طبعا كان في 2015، في 2016 متوقع انه يوصل هذا المبلغ الى 12 مليار دولار. هذا المبلغ سيكون هناك تقريبا 2 مليار دولار في زيادة. كيف يمكن ان نستثمر 2 مليار ان تكون داخل الكويت؟ والله شوف، احنا طبعا في قطاع السياحه نعمل جنبا الى جنب مع مؤسسات الدوله وبالاضافه الى القطاع الخاص من اجل تشجيع وتنويع مصادر الدخل في دوله الكويت، وخصوصا احنا طبعا في السنوات اللي طافت ان معدل النفط يعني اسعار النفط في يعني نزول، فبات من الضروري ان احنا لازم نشجع السياحه في الكويت على اساس يكون هو رافد اخر من روافد الاقتصاد الوطني. اذا يعني هل التشريعات الحاليه الموجوده الحين لا تساعدكم في تطوير هذا المجال، وهل انتم تطمحون في المجلس القادم الى تشريعات تكون اكثر مرونه وتكون اكثر جاذبيه للاموال للاستثمار في هذا القطاع، قطاع السياحه؟ والله وجوب اطار، يعني لازم من وجود اطار تشريعي لتنظيم قطاع السياحه في الكويت، وهذا طبعا يعكس علينا ان يعني ينظم العمل السياحي في الكويت، ومن خلال هذا الاطار التشريعي ممكن ان تزيد الاستثمارات الداخليه والخارجيه، واللي يعكس على الاقتصاد الوطني، من حيث ان يعني مثل ما ذكرت لك ان لابد ان احنا ما نعتمد على النفط. اعتمادنا على النفط 90%، ولكن احنا لازم احنا نقلل هذا الاعتماد وننظر الى بدائل يعني للتنويع في مصادر الدخل. هذه البدائل المجلس القادم، وكما شاهدت يعني بعينك، يعني شفت الناس شلون حضورها للانتخابات، هذا المجلس القادم انتم في قطاع السياحه ماذا تتمنون او تحثون يعني النائبين والناخبين الاخرين للحث على يعني تشريعات جديده تكون مساعده مثل ما قلت لقطاع النفط؟ يعني نحتاج الى، هناك بلدان عديده تعتمد على السياحه، لماذا لا يكون هناك لدينا رافد من روافد المال يكون من الجانب السياحي؟ نعم والله احنا نامل من المجلس القادم ان يضع يعني السياحه في عين الاعتبار، وان يكون احد الروافد الاساسيه، او مثل ما نقول احنا يعني جميع الدول المحيطه والدول العالميه وضعت وحطت خيار السياحه هو خيار استراتيجي للدول، والكويت طبعا احنا في مصاف هذه الدول، ولكن نحتاج الى بالفعل تشريع. نتمنى ان شاء الله ان يكون هناك تشريعات ان شاء الله تعطيكم مجال ومساحه من العمل ان شاء الله. الاستاذ فيصل الدريع، مدير اداره البحوث والمعلومات السياحيه بوزاره الاعلام، شكرا جزيلا لك على اثراء هذا الحوار.